الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زبير، كيف اخبارك؟ السلام يا دكتور، كيف الصحة؟ الله يديك العافية. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك ويخليك، كيف الأحوال؟ والله الحمد لله في نعمة. الله يبارك الله فيك. بابكر، انتظر شوية لحد ما الشباب يجوا. أي شايف ما في زول في بكر، بس يمكن نكون منتظرين الساعة 12 يعني. 12 جات خلاص. الدكتور أمس ما كان في محاضرة صح؟ هو أمس لا، ما كان في محاضرة. سبحان الشباب ما الله، اتفقوا إنه أمس يكون أوف. الحمد لله. أنا ما كنت أعرف إنه وقف، لكن كان عندي ظرف كده ما قدرت أدخل. سبحان الله طلع ما في أصلا. الحمد لله. يلا، امبارح ما كان في الحمد لله. ما كان في لسان. الاختبار الأخير ده صعب شوية. معقول؟ أنا والله لو هو بس انت عارف، ما هي دي الطبيعه بتاعت الازله بتاعت البي ام بي دايما. يعني بيكون فيها شويه تريكي كده، فعشان كده الواحد في الامتحان بتاع البي ام بي ما يعتمد على الحفظ، لانه مجرد ما اعتمدت على الحفظ بيكون في مشكله. فانت تفهم يعني تحاول تفهم الموضوع يعني، ودائما خد في راسك. عليكم السلام ورحمه الله. دايما خد في راسك مشروع، السلام يعني عليكم. انت الحته مثلا شغال في، حتى لو انت طالب، خد انك انت عايز تنفذ المشروع بتاع التخرج بتاعك، كويس. صحيح. فالستيك هولدرز، منو الستيك هولدرز؟ المشرف بتاعك، الشركه اللي انت هتمشي تاخد منه تجمع منه المعلومات وكده يعني. فانت كل ما خطيت كونسبت في راسك او خطيت لك سيناريو في راسك، الموضوع بيكون لك اوضح يعني. فبعد شويه احنا لما نتدرج شويه في الحته بتاعت النولج ارياز، بنجيب سيناريوز ان شاء الله. فانا اتكلمت مع واحده من بناتنا الظريفات دي، قلت لها جهزي سيناريو بتاع مباني، ونشوف زول تاني جهز لنا سيناريو. جميل ما وانا شاء عن الله. وانا عن نفسي عندي سيناريو، عندي سيناريو يعني صغير كده يعني، ما صعب يعني. ما شاء الله تبارك الله. تمام. يا دكتور في الحقيقة يعني في السؤال بتلقى إنه الإجابة يعني مثلا بتلقى إنه ده تعريف، بدل تلقى مثلا الدايركت مانجر بتلقى تعريف الدايركت مانجر. فالإجابة دايما بتكون اللي انتوا طالبينها ولا عايزينها انها تكون نفسها، بس انه يكون الدايركتيف مانجر، لكن لو في اي وصف تاني لها بيكون خطأ. هي شوف، هي ما بالضرورة يعني، ما بالضرورة. لكن انت لو يعني في مصطلحات انك انت لازم تكون عارف المصطلح هو ذاته. في مصطلحات ما بالضرورة تكون عارف المصطلح، لكن انت تكون عارف الحاجة اللي بيأديها. يعني مثلا نحن عندنا بروجكت مانجر في كل خلاص، بروجكت مانجر مدير المشروع ده ما بيتغير. عندنا مثلا البيسز بتاعت البروجكت، اوكي، دي ما بتتغير، اوكي. لكن مثلا مرات بتلقى يعني حتى السؤال هو ذاته هو فينا السؤال نفسه ايوه يحدد لك الاجابه. هل انه الاجابه دي ديسكريبشن يعني تعريف، ولا هي معلومه عايز منك انت تعمل شنو؟
اوكي، ف 99% من الاسئله بتاعت الامتحان انت تتعامل معها على اساس انك انت البروجكت مانجر. اوكي، صحيح. يعني السيناريو اللي انت بخطه ليك بيجيب لك سيناريو كبير جدا جدا، السيناريو ده انت البروجكت مانجر الا هو يحدد لك. لو ما حدد لك انت خلاص البروجكت مانجر، لكن لو حدد لك مثلا قال لك يا اخي انت مثلا سبونسر انت حاجه ثانيه، خلاص ده هو يعني حدد لك. لكن طالما ما حدد لك انت معناه البروجكت مانجر، انت المفروض تنفذ السيناريو ده او توري انه في السيناريو ده المشكله تتحل كيف يعني. وعليكم السلام ورحمه الله، حنجي نشوف ده في الدروس الجايه ان شاء الله. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله خالد، كيف احوالك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الله يديك العافيه. بالنسبه للنقطه دي انا خليه الفوكابلري او الدكشن المستخدم في المانجمنت حاجه كده محدده، يعني زي التخصصات الطبيه عندهم مصطلحات محدده، فبالتالي نفس الشيء المانجمنت عندهم مصطلحات محدده، فاحيانا اي نعم انت تكون فاهم الكونسبت بمفردات ثانيه لكن لا تصلح في انك تستخدمه فين؟ في الاختبارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله نحن لما نجي للحته بتاعت الامتحان وكده يعني حنتناقش الاكزام تكنيك ذاته يعني، لكن الحاجه اللي انا عايزه منكم يعني ناس لما تيجي تجاوبوا الكويزز دي يعني الواحد يقرا السؤال، يفهم السؤال قبل ما هو حتى لو هو عارف الاجابه يقرا السؤال، لانه انا الكويزز دي جايبه من الماتيريالز الاصليه ذاتها بتاعت ناس ريتا وبتاع ناس البي ام بي يعني البي ام اي سوري. ف السؤال مرات بيكون سهل جدا جدا يعني كويس، لكن برضو بيديك معلومه يعني، بيديك في نفس السؤال ممكن يديك في نفس السؤال يديك معلومه تجاوب بها سؤال ثاني يعني. تمام ان شاء الله. بس في حاجات خلونا نناقشها قبل ما نبدا. اول حاجه انا حاقفل المايكات ثاني اوكي، يعني ما حيكون في اي الا نهايه السلايد انا بديكم زمن تزالوا. الناس اللي بتعملوا مداخلات بريليانت يعني، لكن مداخله انت ما تتاكد منها خدها في شكل سؤال، لانه برضو جاني فيدباك مرات المداخلات دي بتجهجه بتسوش فعلا بتسوش احيانا، فانت لو ما متاكد منها خدها في سؤال نحن نقوم نناقشها. تمام برضو دكتور، حتى بالنسبه للاسئله يعني الواحد يرفع يده لانه قد تفتح الفرصه واثنين ثلاثه يكون عايزين يسالوا في نفس الوقت. جدا ما في مشكله فنحن لازم لما فلان معلش اتفضل سؤالك شو. جدا ما في مشكله. طيب دي حاجه. الحاجه الناس اللي دايما اللي بتزعل من الماتيريالز بتزعل من الحاجات دي، الماتيريالز دي كلها يا جماعه في الكلاس روم، اي حاجه كويزز ماتيريالز، حتى انا خطيتها للناس اللي في الفيسبوك، الماتيريالز دي في جوجل درايف، لو اي زول من الناس اللي في الفيسبوك متابعني وكده عايز الماتيريالز دي ما يلقاها ممكن يكتب في الصفحه بتاعت ناس دكتور انور ويل دايركت هيم للحته دي. اصعب حاجه او اسوء الفروض ما في مشكله ارسل لي رسائل، لكن والله انا اليومين دول يعني اكستريملي بيزي يعني، عندي طلبه بتاعني حيبدوا امتحانات بعد بكره وكده لمده اسبوعين، فحكون يعني اي واحد ما ردد على الرساله بتاعته ما تكبروا مني ولا حاجه والله، بس بكون يعني ما شفتها ما لقيت الوقت المناسب برد عليها، لكن انا بحرص ارد على اي زول يعني. تمام قدر المستطاع. طيب قبل ما نبدا بس نص دقيقه لو في اي زول عنده سؤال عنده حاجه عشان انا حاقفل المايكس وحابدا في الدرس طوالي. السلام عليكم دكتور كيفك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا الليله اول يوم ادخل الزوم بس ما في حاجه الشاشه سوداء، هل عارف انه انا مشاركه هسه في هناك كلاس معاكم ولا برا ولا كيف؟ لا انت مشاركه تمام. حاقفل الصوت عشان ما اعمل لكم اذا انا حاقفل حاقفل المايكس لايفري ون يعني. إيمان في سؤال؟ لأنه شايف أنا رفعت يدي عشان بس أعرف إن أنا مشاركة ولا لا. أوكي خلاص. تمام جدا، بعد شوية في منكتب في محمد، هو محمد الأدمن بتاع الواتساب جروب وسلمى بيكتبوا لكم الليست بتاعت الغياب والحضور يعني. تمام يا شباب يلا نبدأ. طيب الدرس بتاعنا الليلة درس حيكون شيق وحيكون ممتع، وفي نفس الوقت يعني دي البدايه نحن يعني الدروس اللي فاتت كلها الاربع محاضرات كان احنا بس بنتكلم عن الفاونديشن عن البيسك وكده، لكن هسه احنا هنخش في العظم بتاع البروجكت مانجمنت. اوكي
الاجنده بتاعت الدرس بتاعنا ان شاء الله هتكون اول حاجه هنمسح سريع البروجكت مانجر رولز. الرولز بتاعته شنو؟ اوكي هنجي نتكلم عن البروجكت مانجمنت نوليدج اريا. اوكي يا جماعه لو اي زول ما شايف السلايدز بتاعتي يفتح المايك ويقول لي، لانه انا ما شايفكم بعد، لا الخلفيه كلها عندي بس ال عليكم السلام ورحمه الله. ما شايفنا سوري كويس انه انتبهت للحته دي، انا شكلي اصلا ما عملت لها شير من البدايه. ام سوري. طيب اوكي كده ظهرت لكم. ايوه اوكي ظهرت الباوربوينت سلايد. اوكي طيب تمام شايفين قفل المايكات ظهرت تمام واضح. اوكي هلا خلصت المايكات ميوت. اوكي سو الاجنده بتاعت الدرس بتاعنا الليله ان شاء الله هنجي نتكلم مسحه سريعه كده عن البروجكت مانجر رولز. خلاص لان احنا اتفقنا انه بعد البروجكت مانجر هو كنترولينج الشغل وماسك الشغل واي حاجه هو المفروض يكون عارفه يعني. طيب البروجكت مانجمنت نوليدج ارياز هنجي نتكلم عن الارياز نشوف ذات الارياز دي مقاصدين بها شنو. اوكي هنجي نتكلم اول اريا هنجي نوليدج اريا هنناقشها اللي هي الانتجريشن بروجكت مانجمنت ولين احنا هنبدا بيها. اوكي لانها مهمه والبروجكت مانجمنت كله مهم لكن دي اهم لانه بعد شويه هتعرف انه ليه مهمه. بعد شويه في الانتجريشن بروجكت مانجمنت هنجي نتكلم عن البروجكت شارتر اللي هي وثيقه المشروع. اوكي ثاني هنجي نتكلم ده كله يا جماعه في الانتجريشن هنجي نتكلم عن البروجكت سيليكشن. البروجكت ده الشركه اصلا اختارته كيف؟ في معايير معينه بيختاروا بها المشاريع. انت كبروجكت مانجر ما بالضروره تكون مشارك في اختيار المشروع لكن يو ماست انك انت تكون عارف انه البروجكت ده اختاروه كيف. تمام طيب نجي نشوف البروجكت البروجكت مانجر رولز. سوري البروجكت مانجر اول حاجه نحن قلنا يا جماعه البروجكت مانجر بيعينوه خلال الانيشيتنج. اوكي في خلال الانيشيتنج بروسيس بيقوم بتعين واحده من التاسك بتاعت السبونسر او بتاعت المدير بتاعت البي ام او اللي هي اختيار مدير المشروع. اوكي مدير المشروع دوره بيبدا من الانيشيتنج يعني خلاص السبونسر اختار المشروع وجهز حاجاته بعد ذاك بيجي بعين البروجكت مانجر. اوكي مهمته شنو؟ مهمته انه انتجريتد اول ذا بروجكت اكتيفيتيز توجذر يعني خدت الحاجات دي كلها مع بعض. اوكي ما بالضروره البروجكت مانجر يا جماعه يشتغل الحاجات دي كلها بيده ولا بالضروره يكون عارف اي حاجه بتتعامل كيف لكن يكون عارف الاداره الفريم ورك بتاع الاداره ده يكون عارف والله يا عامر بيعرف الحاجه دي كويس عارف انه والله خالد ده هيز فيري اكسلنت في كتابه التقارير عارف انه روادي يعني بتعرف تختار التيم كيف وكده يعني فهي دي ده الشغل بتاعه ما بالضروره هو يعمل الحاجات دي كلها لانه مستحيل بشر يعمل الحاجات دي كلها في مشروع الا يكون مشروع صغير حتى لو مشروع صغير انت بتحتاج انه تتواصل مع ناس عشان لمعلومه او لحاجه معينه. تمام طيب اهم حاجه بالاحمر دي يا جماعه هي دي بتلخص الدور بتاع مدير المشروع اللي هو ريسبونسبل فور اتشيفينج بروجكت تارجتس يعني انت الشركه دي عينتك اوكي لانها عندها تارجت معينه من المشروع ده انت جايبينك عشان تحقق التارجت دي عشان تنجز المشروع باختصار يعني مرات مدير مشروع بيدعين يا جماعه عشان يقفل المشروع عشان كلوز المشروع. اوكي دي نحن بنجي بنتناقش عندها سيناريوهات براء لكن جنرالي سبيكينج المدير بتاع المشروع المهمه بتاعته الاساسيه الشركه اختارته لها اللي هو اتشيفينج البروجكت تارجتس. والله انا البروجكت بتاعي ده داير انه السيلز في الشركه تزداد 2% وعامل لها بروجكت انت المفروض التارجت بتاعك يكون تحققه. تمام طيب دي مسحه سريعه عن البروجكت مانجر لو في اي سؤال ممكن ترفع يديكم.
نص دقيقة لو في أي زول عنده سؤال استفسار من الحاجة دي. ما في سؤال؟ أوكي طيب نمشي نشوف البروجكت مانجر ده ذاته المفروض السكيلز اللي تكون عنده شنو؟ المهارات اللي بتكون عنده شنو؟ أوكي أول حاجة المفروض يكون عنده تكنيكال بروجكت مانجمنت سكيلز اللي هي الحاجة اللي أنتم بتدرسوا فيها البي ام بي دي، دي المفروض يكون عنده فيها معرفة ويعرف يتعامل معاه كيف. أوكي يكون عنده صفات بتاعت ليدرشيب. أوكي الصفات بتاعت ليدرشيب دي يا جماعة في صفات مكتسبة وفي صفات يعني في صفات بيكتسبها الإنسان بمرور بالتجارب وبالقراية وكده، وفي حاجات بتكون فيه يحاول إنه يصغلها. الموضوع بتاع الليدرشيب ده طبعا موضوع كبير جدا وجميل وفيري انترستنج برضه، فيا ريت كل ما زول لقى فرصه في فيديوهات في اليوتيوب جميله، في الناس اللي بتحب القرايه، في كتب جميله عن الليدرشيب يعني. اوكي فواحده من الحاجات المطلوبه في مدير المشروع انه يكون عنده الليدرشيب سكيلز، الصفه بتاعت القيادي. طبعا في فرق بين الصفه بتاعت القيادي والصفه بتاعت البوس اللي هو المدير او كده يعني. اوكي الليدرشيب واحده من الصفات بتاعته يا جماعه، بيقول انا بشتغل معاكم يلا نمشي نشتغل مع بعض. اوكي يلا نحن كلنا هو بيكون من ضمن التيم. اوكي بيتعامل مع التيم بدون انه هو مثلا بطريقه الامر ده طبعا المانجر يعني البوس يقول لك دو دو دو، لكن الليدر بيقول لك يلا نعمل. بيكون عنده حضور، بيكون عنده كاريزما، بيكون عنده سوفت سكيلز، بيعرف يتكلم والله مع خالد ده 200 لما يكون خالد ده زعلان، بيعرف إرادة نهاد 200، بيعرف والله يعني رؤى دي بتحب انها دايره تعمل كورسات وكده يقوم يشوف لها الكورسات اللي هي بتنمي مهاراته وكده. بيشوف والله عمر ده مثلا جاي هنا عايز من الشغل ده عايز قروش، which is good يعني ما في مشكله، ما في زول في الدنيا دي ما عايز قروش. اوكي لكن ال القروش دي انت هتطلع بطريقه كيف كويس. فانت المفروض كمدير مشروع تكون عارف التيم بتاعتك اي واحد الاكسبكتيشن بتاعته شنو. اوكي فدي ما بيعرفها الا زول يكون ليدر، الا زول يكون عنده تكنيكال سكيلز، تكنيكال بروجكت مانجمنت سكيلز. الحاجه المهمه الثالثه المفروض تكون في مدير المشروع الحته بتاعت الاستراتيجيك اند بزنس مانجمنت. انت لازم يكون عندك باك جراوند، ما بالضروره انت تكون زول بتاع بزنس وكده، انت المفروض يعني بس يكون عندك فهم في البزنس يعني. فعشان كده في البروجكت مانجمنت البي ام بي كورس في حتات كده بنعمل فيها تطش لنا مع الاقتصاد مع المحاسبه مع كده، عشان تكون عارف الشيء اللي بيخليك انت تنجح في المهام بتاعتك. الثلاثه حاجات دي يا جماعه دي الناس البي ام اي وصلوا ليها عن التجارب. اوكي وصلوا انه والله يا اخي مفروض البروجكت مانجر الناجح مدير المشروع الناجح مفروض الثلاثه حاجات دي تكون تتوفر فيه. تمام موفون. طيب نجي تاني خلاص طلعنا من الحته بتاعت البروجكت مانجر. اوكي عرفنا الحاجات المفروض البروجكت مانجر يكون عنده ليدرشيب سكيلز، يكون عنده بروجكت مانجمنت سكيلز، يكون عنده بزنس ام مانجمنت سكيلز. اختاروا متين اللي اختاروا منه. اوكي دي خلاص احنا كلنا عرفناها. طيب نجي حاجة يا جماعة، في حاجة مهمة جدا جدا كويس أنا تكلمت لكم عنها أول أمس. كويس قلت لكم الورقة دي أو الشيت دي يعني مفروض تكون تطبعوها، مفروض تكون القهوين سريع كده. طيب لو في عندكم سؤال يا جماعة قولوه قبل ما أنا عندي سؤال. تفضلي. في السلايد اللي قبله. طيب بتاعت الاستراتيجيات دي. طيب سؤالك شنو؟ وين هي؟ انا ما شايفها. طيب لحظه بس خليني افتش وين انا عندي دوكومنت خدتيها هنا، دي مهمه جدا جدا. طيب السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. انا عندي سؤال بالنسبه للتكنيكال سكيلز. طيب ايوه التكنيكال بروجكت مانجمنت سكيلز. نعم هي بنقصد بها يعني بتقصد بها شنو؟ معلش ما سمعتك.
بنقصد بها المعرفة أو الإلمام السكيلز بتاعتي إنه أنت عندك بتقدر تعمل إدارة للمشروع، تعمل بلانينج وكده، ولا بنقصد بها إنه حسب نوع المشروع مثلا؟ لا إذا لا كان هي المشروع مثلا إذا كان هو نعم، هي مقصود بها يعني مثلا باختصار، نعم مقصود بها باختصار انه البروجكت مانجمنت فريم ورك، انت تكوني عندك المهارات بتاعت انك تديري أوكي. تديري المشروع. طيب طيب الحته بتاعت استراتيجيات البيزنس دي، يعني انا ادرس السوق جزيت تدرس اعمل دراسة للسوق عشان ما بالضروره انت تدرس السوق، لكن تكون فاهمه، لكن تكوني فاهمه المجالات بتاعه السوق شنو، تكوني فاهمه مثلا لو انه والله مثلا المشروع بتاعك ده انت مفروض يطلع برودكت عشان تتباع، اوكي السوق شنو، انت حتبيعها كيف، منو اللي حيشتريها، الدفع أيوة. حيكون كيف، الريت بتاع الدولار مثلا حيكون كيف، طالع نازل ثابت، يعني دي الحاجات المفروض تكوني أيوة. ملم بها يعني هذا بروجكت مانجر، ما بالضروره تكوني انت عارفه اي حاجه في البيزنس يعني. تمام. طيب معلش دقيقه واضح. ارجع لك للسلايد عشان تورينا السؤال بتاعك. في سؤال ثاني يا جماعه قبل ما ارجع للسلايد انا بفتش لكم فيه. نعم استاذ. يلا بالنسبه للبزنس استراتيجي بتاع البزنس ده ممكن يستعين بزول بتاع بزنس عادي يعني؟ طبعا حنجي يس ده حنجي هنتكلم على الحاجه دي بالتفصيل بعد شويه، انك انت مفروض تستعين بمنو. هي باختصار كده يا شباب، البروجكت مانجر ما بالضروره هو يكون عارف كل شيء وبيعمل كل شيء، لكن هو يكون عارف انه والله يا اخي اذا احتاج للحاجه الفلانيه في البروجكت بتاعه ده يمشي لمنو، يتكلم مع منو عادي جدا يعني. حتى ممكن انت تستعين بصديق عادي، ممكن تستعين بزول عنده خبره في الموضوع بتاع البروجكت مانجمنت. اوكي ليش انا في حاجه كده بس مهمه ضاعت مني ما لاقيها، ف شكلي حجليها وامشي للحاجه اللي بعدها عشان ما اخليكم معنا. طيب نرجع للسلايد بتاعتنا. طيب سؤالك في معليش في ديل هنا سؤال او في لا في واحده سؤالك هنا ولا بعد؟ قبل القبل دي طوالي هنا دي، لكن خلاص انت جاوبته تقريبا، جاوبت السؤال. اوكي الحمد لله. بتاعت البيزنس استراتيجي دي. اوكي تمام. طيب نحن نجي يا جماعه لل نعم نجي استراتيجيات البيزنس. ايوه اوكي نجي ليه يا جماعه البروجكت مانجمنت نولج بروسيس. طيب نحن اتكلمنا قلنا يا جماعه البروجكت ده عنده بروسيسز، اوكي عنده اللي هي البلاني الانيشيتنج البلانينج الاكسكيوتنج مونيتورنج اند كنترولنج اند كلوزنج، اوكي وعرفنا يعني اخذنا صوره عامه انه نحن في اي واحده اللي بيحصل شنو. اوكي طيب نحن عشان ننفذ الحاجه دي، عشان ننفذ الانيشيتنج، في حاجه اسمها يا جماعه النولج اريا بروسيسز. اوكي النولج اريا بروسيسز دي زي شنو؟ كويس النولج اريا زي يا جماعه زي الانتجريشن. اوكي هم 10 ديل الحاجات المفروض تتحفظ، اوكي تفهموها اول وتحفظها عشان ما تلخبط فيها، وانا بديكم تكنيك انك تحفظها سهل جدا. اوكي اول واحده فيهم يا جماعه انتجريشن مانجمنت. انتجريشن ده اللي هي دي النولج اللي بتربط لك المشروع كله. اوكي النولج اللي بتلقاها في كل الخمسه بروسيسز مانجمنت بروسيسز، بتلقاها في الانيشيتنج، بتلقاها في البلاننج، في الاكسكيوتنج، في المونيتنج اند كنترولنج وكلوزنج، يعني هي دي اهم واحده. اوكي طيب في ثاني نمره 2 في السكوب مانجمنت. في السكوب ده يا جماعه انك انت كيف تعمل سكوب للبروجكت بتاعك. اوكي انتجريشن دي داخله في كل اي واحده، كيف تعمل انيشيتنج، كيف تعمل بلانينج، كيف تعمل اكسكيوتنج، كيف تعمل مونيتورنج اند كنترولنج، كيف تعمل كلوزنج للبروجكت بتاعك. دي هي الوحيده المشاركه في الخمسه بروسيسز. طيب السكوب مانجمنت اريا
دي بتختص يا جماعه بالسكوب بتاع البروجكت، النطاق بتاع المشروع بتاعك. انت مفروض في النطاق بتاع المشروع بتاعك تعمل شنو، تعمل له بلان كيف. اوكي، دي بتكون في حتتين بس، في الحته بتاعه البلانينج والحته بتاعه المونيتورينج اند كنترولينج. اوكي، نجي لحاجه يا جماعه دي السكيدول مانجمنت. انت كيف تعمل سكيدول للبروجكت بتاعك؟ اوكي، الزمن بتاعه، الكريتيكال باث اللي اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت، النتورك دايجرام. اوكي، دي كلها هنا في الحته دي. اوكي، طبعا هنتكلم عنهم بالتفصيل يعني، بس انا سيبديكم اوفر فيو عليهم. في الكوست مانجمنت، انت كيف تحدد اسعار حاجاتك، كيف تحدد الميزانيه. اوكي، دي بتكون دائما مربوطه بالريسورسز، الكوست ده دائما مربوط بالريسورسز، عشان كده بتلقى نفس الحاجات اللي في الكوست هي نفسها في الريسورسز. اوكي، من اجل الكواليتي مهمه جدا جدا يعني، البروجكت بتاعك يكون فيه بلانينج للكواليتي. انت بعدين هتعمل لما الانتاج يبدا، سواء كان الانتاج ده ملموس او غير ملموس، انت هتعمل له كواليتي كيف. ممكن البروجكت بتاعك ده تدريب كويس، الكواليتي شنو؟ انه والله يا اخي الناس دي اللي تخرجوا واخذوا شهادات، هل هي دي كواليتي؟ دي ما كواليتي، لا، الكواليتي انه الفاليو بتاع الناس، القيمه الحقيقيه، الجوده بتاعت الناس اللي تخرجوا والجوده بتاعت المشروع بتاعك. اوكي، نجي تاني برضو في الريسورس مانجمنت، في الكوميونيكيشن مانجمنت. الكوميونيكيشن مانجمنت يا جماعه مهمه جدا جدا، لانه دي مربوطه انك انت كبروجكت مانجر كيف تكوميونيكيت مع التيم بتاعك، كيف كوميونيكيت مع الستيك هولدر، وكيف كوميونيكيت مع السبونسر. وممكن انت البروجكت بتاعك ده لو مربوط مع 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 ناس تانيين يعني، مع ثيرد بارتيز، مع سب كونتراكترز، انت تكون كيف تكوميونيكيت وذ ذم. اوكي، الريسك مانجمنت دي very important، انك انت identify الريسك بتاعك، تعمل استيميت للريسك بتاعك. الريسك بتاعك ده هيكون عاد كمي ولا كيفي؟ اوكي، دي لازم انت تحددها في البلاننج بتاعك. البريكرومنت مانجمنت، انت هتشتري المشتريات، هتشتري شنو؟ هتشتري 200، هل هتشتري الحاجات كلها في البدايه، بدايه الاكسكيوت بتاع البروجكت، ولا هتشتريها كل مره هتشتري جزء يعني، وهتشتريها من منو؟ وهتشتريها 200 وهتدفع لهم كيف يعني، الناس اللي هتشتري منهم. برضو دي مربوطه بالريسك، انت لازم تكون خاطي في بالك انه والله يا اخي انا مثلا الريسورسز بتاعتي دي ومربوطه مع الريسورسز، لو حصل في اي تاخير، لو حصل انه والله يا اخي واحد من السبلاي ده كانسل خلاص، قال انا وقفت من الشغل، طلعت من البيزنس وما عايز شغل، انت الحل بتاعك ده شنو؟ هتمشي تجيب الريسورسز بتاعتك من وين؟ فدي لازم تعمل لها مانج هنا. نجي للستيك هولدرز مانجمنت يا جماعه، قلنا الستيك هولدرز مانجمنت ديل يعني فيري امبورتنت، انك انت مفروض من البدايه تعمل ريجستر ليون، تعرف انه الستيك هولدرز بتاع عندك منو، بياثروا على المشروع بتاعك ده كيف. تمام، اي سؤال يا شباب؟ استاذ بالنسبه للكواليتي مانجمنت، يلا هنا بالنسبة يعني هنا ممكن نستعين بالناس quality assurance. أيوة طبعا، الحاجات دي كلها يا جماعة ما تستعجل، هتكلم عنها بطيل. أنت بس الحاجة اللي أنا عايزك تفهم الليلة تطلع بها من الدرس الليلة، إنه في البروجكت ده والله في 10 knowledge areas، والknowledge area دي ذات شنو وعلاقتها شنو مع البروسيسز اللي أخذناها في الدروس الفاتت. okay. لأنه أي واحدة هنجي باقي الكورس كله حنا عن الحاجات دي، حاجة العشرة دي هنجي نتكلم عنها، نشوف الفاكتورز بتاعتها شنو، نشوف الاوتبوت اي واحدة بنطلع منها بشنو، واي واحدة بندخلها شنو، واي واحدة التولز والتكنيك بتاعتها شنو، عشان نصل للحاجة اللي احنا عايزينها. اوكي استاذ، تمام تمام، اي سؤال؟ اوكي طيب، تمام نجي هنا يا جماعة لنخش في الانتجريشن مانجمنت. نحن هنا اتكلمنا، قلنا في عشرة نوليج اريا. اوكي، اول واحدة منهم الانتجريشن مانجمنت. يلا نحن هنبدأ نغوص في الانتجريشن مانجمنت دي ذاتها، نشوف انه الانتجريشن مانجمنت دي مفروض نعمل فيها شنو، او نستفيد منها شنو عشان ننفذ البروجكت بتاعنا. اوكي طيب، في الانتجريشن يا جماعه، اول حاجه
في المرحلة دي نحن بنستفيد من الـ من الانتجريشن مانجمنت اريا اوكي، نطلع بها البروجكت كارتر اوكي. البروجكت كارتر بنعمله وين يا جماعة؟ في أي مرحلة من مراحل المشروع؟ initiating very good في initiating تمام في initiating yes very good okay. طيب الحاجة الثانية develop project management plan. نحن في الـ في الـ في الintegration بنعمل develop project management plan، والdevelop project management plan بتاعتنا في البروسيس رقم 2 اللي هي في البلانينج okay. بنعمل في الـ في الـ في الاكسكيوتنج، بنعمل دايركت مانجمنت بروجكت ورك ومانج بروجكت نوليدج اريا اوكي. ديل الحاجتين المفروض نحن نعملهم عشان ننفذ الاكسكيوتنج، نحن عشان ننفذ البرنامج بتاعنا اللي هم دايركت مانج بروجكت ورك. دي الحاجه دي بتحصل وين؟ بتحصل ديورينج الاكسكيوتنج. والمانج بروجكت نوليدج ورك، النوليدج دي يا جماعه لاي بروجكت مهمه جدا جدا، لانه احنا تكلمنا عن الليسون ليرن قبل كده. فالليسون ليرن دي هنا كل ما البروجكت ده بدا يتنفذ في نوليدج بيحصل لها جنريشن، في النوليدج بتطلع. النوليدج دي بتكون انت بتستفيد منها امتين، بتستفيد منها عشان تجود بها الشغل بتاعك. ما بالضروره بس تكون ليسون ليرن لحد نهايه البروجكت، لا، ممكن انت على طول تستفيد منها عشان تستفيد من التنفيذ بتاعك. يعني مثلا اديكم مثال، انت عندك واقع عمال بيجوا بيشتغلوا لك اوكي، عندك في عامل بيضرب لك الحيطه اوكي في 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 مثلا 45 دقيقه اوكي 30 دقيقه. المشكله بتبقى وين؟ انه والله يا اخي طبعا بالكومن سنس كده بتاع 30 ده اوكي كويس بيختصر لي الزمن، لكن هل بتاع ال 30 ده بيطلع لك نفس الجوده بتاعه ال 45 دقيقه؟ دي انت تكون تعرفها، عرفتها دي انت حتستفيد منها المره الجايه. بتقول له خلاص يا بتاع ال 45 دقيقه انا ما حمسكك ال الحته الفلانيه دي، انا حمسكك الحته مثلا البره، لانه البره دي محتاجه شغل نظيف، محتاجه دقه، محتاجه كده اوكي. فدي بتتولد لك من بتتولد لك اثناء ما الشغل بيكون شغال، اثناء ما الشغل شغال في حاجات انت بتبدا تكتشفها. دي اللي هي نحن يا جماعه بنقصد بيها البروجكت نوليدج ورك تمام. طيب في المرحله بتاعت نعم تفضلي اللي هي ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. طيب البروجكت بتاعي ده ممكن يكون فيه يعني ممكن اقدر اعمل فيه ديفلوب، معناها المشروع بتاعي بياخد وقت ازيد يعني كده معلش بس خليها دي حنناقشها في ما تستعجلي. انا انا فاهم قصدي شنو، لكن كده خليها انت بس. انا الحاجه الليله اللي يا جماعه عايزكم تفهموها انه عندنا 10 نوليدج اريا، وحنتكلم عن نشوف في الانتجريشن مانجمنت الحاجات الفيها ذاتها داخل الانتجريشن مانجمنت. حنبدا بالتفصيل اللي نتكلم عن البروجكت كارتر، وبكره حنتكلم عن الحاجات الثانيه تمام. شكرا. طيب في المرحله بتاعت المونيتورنج اند كنترولينج، انت المهمه بتاعتك شنو؟ مونيتور اند كنترول بروجكت ورك. بتعمل ليه مونيتور وكنترول كيف؟ دي احنا لما نجي نتكلم بالتفصيل عن الحته دي تمام. طيب عندنا في المونيتورنج اند كنترولينج حاجه مهمه جدا اللي هي بيرفورم انتجريتد تشينج اوكي. اي تشينج بيحصل، اي تغيير انت داير تعمله، لازم ده بيحصل وين؟ في المرحله بتاعت المونيتورنج اند كنترولينج اوكي. بعد ما خلاص انت عملت جيت عملت تشيك لحاجه لقيت والله فيها مشكله اوكي، زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت. طيب المشكله دي انت بتعالجها كيف؟ هل انها مشكله سريعه انت بتقدر مثلا بتعالجها؟ والله مثلا الفرشه بتاعت الفرشه اللي بتربيها العامل دي اتكسرت اوكي، سريع نحن حنمشي المخزن نجيب واحده نديها له يشتغل بها. دي ما محتاجه تشينج ولا محتاج يعني ما محتاج انك انت تمشي تجتمع مع السبونسر وتحتاج تجتمع مع الـ التشينج بورد اوكي. لكن التشينج اللي هو هنا اللي بيأثر على المشروع، اللي بيأثر على البرودكت،
انه والله يا اخي انت في اثناء ما شغال الامور كلها تمام واحد من السبلاي ضرب لك قال لك اسمع الاسعار زادت انا ما حقدر اديكم باقي الكميه بالاسعار اللي انتم اتفقنا عليها يا ود الحلال احنا ما اديناك شيكات بيانات عقد قال لكم عقدكم ده باللي اشرب ميته انا ما فارق معي عايزين الريسورسز دي تتواصل تجوا تزيدوا لي اي قروش طيب دي معناها تشينج انت معناها طوالي ما تتصرف من راسك يا حضره مدير المشروع لانه دي فيها دفع بتاع قروش تمشي تجيب التشينج بورد بتاعنا تجيب الكوميتي تقعد معاهم هيا يا جماعه احنا نتصرف في الموضوع ده كيف اوكي دي بتحصل وين دي دائما بتحصل في المونيتورينج اند كنترولينج اوكي بنجي برضو نجي لها بالتفصيل اخر حاجه يا جماعه في الانتجريشن اللي هي كلوزنج بروجكت اور فيس هي دي الحته وين انك انت مفروض تعمل شنو عشان كلوز البروجكت بتاعك ده لو ما بروجكت نحن اتفقنا انه البروجكت الكبير تقسمه لفيزز اوكي دي في الحته بتاعه الانيشيتنج طيب انا والله عندي بروجكت كبير قسمته لمراحل لما المرحله مفروض تمر بالحاجات دي كلها يا جماعه انتهيت منها تعمل لها كلوز الليسون لين بتاعتها اوكي ترجع تاني للمرحله البعدية اوكي ممكن المرحلة بتاعت الفيز اللي انت قفلتها دي ما بالضرورة الكاستمر يستلم الشغل بتاعه او اول الحاجة اللي انت يستلم المشروع بتاعه لا انت لسه المشروع متواصل اوكي ممكن يستلم جزء الحاجة لو كانت هي مثلا زي مصنع ولا كده او انت بتنتج حاجات معينة مثلا ممكن يستلم جزء وانت بعدك تبدأ تصنيع الجزء الثاني او مثلا انت عامل مشروع انه والله السنة دي او في الشهر ده نحن ننتج مثلا 500,000 قطعة اوكي ال 500,000 دي قطعة الزبون يستلمها وكده وكده انت بعدك تبدأ ثاني الاكسكيوتينج بتاع ال 500,000 الجاية او الكمية الجاية تمام دي الحاجات يا جماعة الحاجات دي هي الانتجريشن مانجمنت اوكي فانا عايزكم يعني تفهموها اوكي حنجي نتكلم عن اي واحدة بالتفصيل اوكي اهم حاجة يا جماعة تعرفوها هنا تطلعوا بها الليلة انه عندنا نحن في الـ نحن عندنا في الانيشيتنج بنعمل ديفلوب بروجكت شارتر اوكي في البلاننج develop project management plan في executing direct manage project work manage project knowledge okay واخيرا قبل اخيرا الحته بتاعه monitoring and controlling دي monitor and control project work okay perform integrated change okay بعدين بنجي للحته بتاعه closing البروجكت تمام لو في سؤال ممكن تسألوه قبل ما امشي على الديفلوب بروجكت شارتر طيب يا دكتور ياسين عندي سؤال بخصوص بالنسبه لاي سبلاير لو هو هي فيل تو ديليفر الريسورس او الماتيريال بتاعتك انا بعتبر هذا خلل من البروكيورمنت لانه المفروض يكون في اجريمنت من ديوان يعني بالضبط كده يس هي بيكون هي ما بيكون في اجريمنت يس بيكون في كونتراكت لكن ما مرات السبلاي ده ذاته ممكن يعني ممكن يلقى له ثغره في العقد ده ما المهم النتيجه انه والله يا اخي انا عندي مشكله بتاعه ريسورسز هل المشكله دي مني انا ما انت ممكن مرات احنا قلنا ممكن الخلل يكون من اداره المشروع ذاته من مدير المشروع ذاته هو ما عمل مانج للبروكيرمنت بصوره ممتازه فبالتالي نحن حصلت لنا ايشو مع الـ مع الـ مع السبلاي في الحاله دي حنعمل شنو حنلغي المشروع ما حنلغي المشروع الا يكون الموضوع ميجر يعني حاجه كبيره جدا جدا لكن لو موضوع مثلا انه بيتعالج بعدك بيتعالج يا اما يتعالج على حساب الزبون اذا الموضوع يعني ما 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 فيليه من مدير المشروع او تتحمل الشركة لأنه مثلاً مدير المشروع ده والله أخطأ في الحتة الفلانية أو ناس الـ PMO أخطأوا في الحتة الفلانية في الحتة في لما يكون النوع بتاع الـ PMO directive لكن جرة العادة دائماً بنحمل المزلة agreement دي بتكون من البروكيورمنت فده إخفاق بيكون من البروكيورمنت فيما يخص الجزئية بتاعت العقد اللي أنا عملته مع السبلاير أو السبكون اللي حيورد لي الماتيريال تمام؟ وجرت العادة كمان احنا بنعمل بلان A وكيون في بلان B يعني انت ما ممكن تحتمل على سبلاير واحد Thank you very much Thank you ده كله عشان شنو؟ ايه عشان انت to avoid the risk
بالضبط كده، بالضبط كده. دي حنجي نحن نناقشها لما نجي نعمل بلان ريسورسز. تمام تمام أيوة. اي سؤال؟ ما في سؤال. اوكي طيب نمشي المرحله اللي بعدها، نمشي للبروجكت كارتر. اول حاجه خلونا نشوف انه الانتجريشن دي واقعه كيف بالنسبه للبروسيس او مش ايوه. طيب دي كده تلخيص لها سريع. اوكي نحن عندنا في الانيشيتنج في المرحله بتاعه الانيشيتنج بنعمل ديفلوب بروجكت كارتر. اوكي دي من النولج، الحاجات اللي تحت دي من النولج اريا، والفوق دي من البروسيسز. اوكي في المرحله بتاعه البلاننج بنعمل ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. اوكي في المرحله بتاعه الاكسكيوتنج بنعمل دايركت ان مانج بروجكت ورك ومانج بروجكت نوليدج. اوكي في المونيتورنج اند كنترولنج مونيتور اند كنترول بروجكت ورك بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول، يعني هنا الشغل كله بتاع مراقبه جوده، مراقبه وكنترول، ولو حصل انه اي تغيير انك انت تتعامل مع التغيير ده بصوره سليمه كيف. ودي الحاجه الكلوزنج اللي هي انت بتقفل المشروع، خلاص المشروع انتهى وميت الاوبجكتيف بتاعته الحمد لله رب العالمين، او انه والله يا اخي البروجكت بتاعي ده انا قسمته لبيسز ودي البيسز الاولى انتهت، برضك مفروض تقفلها قفله صحيحه، يعني تاخذ الليسون ليرن بتاعتها، ولو في تسليم وتسلم لازم يكون بامضاءات وكل شيء. تمام طيب نجي للديفلوب بروجكت كارتر. اوكي زي ما اتفقنا يا جماعه الكارتر ده هو الوثيقه بتاعت المشروع. اوكي البروجكت كارتر ده يا جماعه مدير المشروع ما بالضروره يكون هو عمله، هو ممكن يكون مشارك فيه ما في مشكله، يعني هو عينوه جو قالوا له والله احنا دارين من الخبرات بتاعت الدين احنا دارين نعمل ديفلوب للبروجكت كارتر. البروجكت كارتر ده شنو يا جماعه؟ هو اول حاجه اسم المشروع. اوكي المنفذ المشروع منه، المشروع ده الاوبجكتيف بتاعته شنو، المفروض يطلع لنا شنو، الستيك هولدرز بتاعينه منه. اوكي المشروع ده هل في ريسك، الريسك ده شنو، هل هو ريسك مادي ولا ريسك معنوي؟ يعني مثلا لما 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 المشروع بتاع الجولدن جيت اللي هو الكوبري بتاع في امريكا في سان فرانسيسكو والله ما بعرف، واحده من المشاكل بتاعته لانه هو بربط الجزئين بتاعت الناس الاثنين احتالوا لا نحن الكوبري ده حيعمل لنا مشاكل، حيجيب لنا نزعه عطليه من الجهه الثانيه. اوكي دي كانت مشكله كبيره جدا جدا، فلحد ما الحكومه دخلت حلتها وكده انه يا اخي نحن حنظبط البوليس ولا الامن حيظبط لكم الموضوع ده، ده ما منه خوف، يعني ادوهم تضمينات. اوكي زي ما حصل عندنا مثلا في السودان الكوبري بتاع بئر الرفاع والحصحيصه عايزين يعملوه، في ناس من الرفاع احتجوا قالوا والله يا اخي الكوبري ده بيته للسوق بتاع رفاعه، الناس كلهم بعد ده حيمشوا الحصحيصه لانه مدينه اكبر والحاجات فيها متوفر اكثر وكده. فدي واحده من المشاكل اللي انت يمكن تواجهك من الستيك هولدرز. اوكي طيب ودي مفروض تتكتب في الـ في الـ في البروجكت كارتر. اوكي البروجكت مدته بينتهي بتاعه الرفلي، يعني انه والله اخي البروجكت ده مدته لحد الان انت ما عارف انه البروجكت ده بالضبط بينتهي بتاعه، لكن بس ممكن رفلي كده انه والله البروجكت ده نوع البروجكت ده انت ما بعد بيكون بروجكت مانجر وعندك خبره، او ناس البي ام او بيدوك خبره بيقول لك والله زي انه على المشروع ده ممكن ياخذ لي من سنتين وثلاثة شهور. اوكي دي مفروض برضو تتكتب، يعني معلومات عامه ما بالديتيلز يا جماعه، ما في البروجكت كارتر الحاجات ما مكتوبه في الديتيلز، الديتيلز في البروجكت مانجمنت بلان دي لما نجي نتكلم عنها في وقتها. طيب نحن من اي واحده من ديل يا جماعه في اي نوليدج اريا اي نوليدج اريا او حاجه نحن بنطلع بها من المشروع كويس، او سوري مش بنطلع بها من المشروع، بنطلع بها من الـ من الـ من الـ من البروسيس، عندها حاجه اسمها انبوت. اوكي مدخلات، وعندها تول اند تكنيكس. اوكي يعني نحن المفروض نعمل على شنو عشان نصل للنتيجه بتاعت البروجكت كارتر. طيب نحن البروجكت كارتر ده هنا دل انا دار اصل للبروجكت كارتر، انا داير اطلع البروجكت كارتر في المرحله بتاعه الانيشيتنج. طيب انا مفروض محتاج لشنو؟ انا محتاج هنا دي الانبوت، دي الحاجات اللي انا محتاج ليها، دي الحاجات المحتاج ليها عشان ابدا انفذ البروجكت كارتر بتاعي.
واحده منهم البيزنس دوكيمنت. اوكي يعني انت اول حاجه لازم يكون في بيزنس دوكيمنت. البيزنس دوكيمنت دي شنو؟ دي فيها البيزنس كيس، انه والله يا اخي احنا دايرين نعمل شارع بمدني وحنتوب، اوكي، او مد الخرطوم ومدرمان، اوكي، ده البيزنس كيس خلاص، انه والله يا اخي في حوجه لدي، في زي ما احنا في بيزنس نيد، في تكنولوجيكال ادفانس، الكاستمر عايز كده، اوكي، ده البيزنس كيس بتاعي خلاص. طيب تاني في حاجه اسمها البنفيت ديجمنت، انه والله يا اخي البروجكت ده بيفيد الشركه بتاعتي دي في شنو لو يتنفس، هل انه بيفيد فايده ماديه، هل هي فايده معنويه، مثلا الشركه دي تشاريتي، شركه بتاعت شركه تطوعيه، اوكي، هل بيفيدني في شنو انه البروجكت ده، فده بكون في البنفيت مانجمنت بلان. مطلوب منكم انتوا شنو يا جماعه بعدين تمشوا ترجعوا للحاجات دي كلها في البي ام بوك جايد، يعني دي انا ما بشرحها، البيزنس كيس يعني شنو والبنفيت مانجمنت بلان دي ما يعني لو بدينا نشرحها ناخذ شهور عشان ننتهي من الحاجه دي، لكن انتوا مطلوب منكم شنو؟ تمشوا تقروها، اوكي؟ طيب اجريمنتس، اجريمنت دي يا جماعه انه مثلا الحكومه خلاص صدقت انه والله يا اخي نعمل المشروع بتاع الكوبري ده، اوكي؟ الستوك هولدرز وافقوا انه والله يا اخي المشروع ده يدعمل، اوكي؟ اي اجريمنتس هنا بين الستوك هولدرز و بين البي ام او، اوكي؟ وبين صاحب المشروع، اوكي، الراعي للمشروع. نجي لحاجه يا جماعه، في حاجه اسمها الاي اي اف، اي ثينك واحد منكم عمل لها وسام ولا بنعمل لها منشن ده اول يوم. طيب الاي اي اف دي شنو؟ الاي اف دي هي انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز. نحن المشروع بتاعنا ده في حاجات كثيره بتاثر عليه، في حاجات داخليه في الشركه وفي حاجات خارجيه، اوكي. واحده من الحاجات الخارجيه مثلا يا جماعه الاسعار بتاعه العمله في السودان، احنا دائما الاسعار دي بتنقص وبتزيد وكده، يعني حنواجه فيها مشكله. احنا مثلا والله عندنا حاجات حنستوردها من برا، طيب احنا المفروض نكون اوير بالحاجه دي، اوكي. عندك حاجات داخليه كويس، الحاجات الداخليه دي الكلتشر بتاعه الشركه، التعامل بتاع انه كيف الشركه دي بتعين الموظفين. في شركات مثلا ما بعينوا الا فريش جرادويت، في شركه مثلا والله لا نحن بنعين مدير المشروع ده مننا، ما بنعينه من برا، اوكي. فدي برضو ترجعوا لها في البي ام بوك جايد، لكن هي بس دي حاجات داخليه وحاجات خارجيه، مؤثرات داخليه ومؤثرات خارجيه للمشروع. دي بتلقوها يا جماعه الحاجات دي البيزنس دوكيمنت والانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز والاورجنايزيشن الاورجنايزيشنال بروسيس اسيت، دي بتلقوها انبوت لمعظم البروسيسز في اي حاجه حتلقوها داخله، اوكي. فبس تقروها مره واحده تفهموها شنو بعد ده خلاص. واحده منهم مثلا الاورجنايزيشنال بروسيس اسيت يا جماعه، مثلا اللسن ليرن، الخبرات نحن اللي اكتسبناها من المشاريع اللي فاتت، اوكي، دي كلها انت بتستفيد منها كانبوت عشان تطلع البروجكت كارتر. طيب التولز والتكنيك اللي انت بتستخدمها شنو عشان تطلع البروجكت كارتر؟ واحده منهم الاكسبيرت جادجمنت، الناس الخبره، الكونسلتنت، ديل ممكن يكونوا معاك في الشركه تستعين بهم، او ممكن تتعاقد معاهم انه والله يا اخي نحن دايرين نعمل البروجكت بتاع الكوبري ده، اوكي. طيب نحن عايزين نعرف انه والله يا اخي البروجكت ده لو يتنفذ الناس بيستفيدوا منه شنو، الناس بيتضرروا منه شنو، كويس. نحن لسه يا جماعه في الحته بتاعت الانيشيتنج، خدتوا في بالكم نحن لسه ما وصلنا للبروجكت كارتر، ممكن ما نصل بعد الهلبانه دي كلها ما نصل للبروجكت كارتر، اوكي. بتجيب الناس الخبره ديل بتستعين بهم، والله يا جماعه شوفوا اها طيب نحن بروجكت زي ده هل هو ممكن يتنفذ ولا ما ممكن يتنفذ، اوكي، هل هو يعني فيه مشاكل، حجينا فيه مشاكل مثلا بتاعت كوميونتي، هل الكوميونتي حيتضرر من المشروع ده، اوكي. انت بتستعين بالناس دي هنا. طيب برضه الاكسبيرت جادجمنت دي يا جماعه بتحتاج ليهم في حاجات كثيره، يعني ديورينج البروجكت لايف سايكل، يعني بتحتاج انت للناس الاكسبيرت ديل، في ناس بتاعين جوده بتحتاج لهم في الجوده، في ناس بتاعين ريسك بتجي بتستعين بيهم، اوكي. ممكن الناس دي يكونوا في الشركه او ممكن تتعاقد معاهم من برا، تمام.
الحاجة الثانية يا جماعة مهمة جدا جدا، انت لانك انت لسه قدرت تعرف المشروع بتاعك ده ولسه ما وصلت للبروجكت شارتر، اللي هي الداتا جاذرينج. انت بتعمل تجمع المعلومات بتاعتك عن المشروع ده، انه هل المشروع ده انه لو يتنفذ اللي بيحصل فيه شنو، هننفذه كيف، قبل كده في شركة نفذته، لو في شركة قبل كده نفذته وفشلت، فشلت ليه. دي كلها انت بتعمل جاذرينج للداتا. اوكي، ما بالضروره تعملي انت از بروجكت مانجر، لكن انت تكون عارفه، لانه بعد شويه ممكن انت تكون لسه في المرحله دي مع يونوك. اوكي، لكن انت لازم تكون عارف انه المفروض يحصل شنو. في حاجه يا جماعه اسمها انتربيرسونال اند تيم سكيلز. اوكي، نحن في الفتره دي بنحتاج انه يكون عندنا خبره بتاعت ميتنج مانجمنت. اوكي، لو انت البروجكت مانجر، اوكي، مفروض يكون تعرف انه والله الاجتماعات دي بتتعامل كيف، مفروض منو البيع خدت الاجنده بتاعت الاجتماع في الدي في المرحله بتاعت الانيشيتنج. لكن في المرحله بتاعت بعد ما خلاص استلمت البروجكت شارتر، انت دي مسؤوليتك انت براك، ما حتجيب لك زول والله يعمل لك الاجنده بتاعت الميتنج. اوكي، الا في حاله المكتب، مكتب المشروع، اداره المشروعات يكون دايركتيف، ممكن هم يعملوا لك الاجنده بتاعت الميتنج. اوكي، يكون في عندك كونفليكت مانجمنت، انه والله لو حصل اي مشكله بين الستيك هولدرز نحن نقدر سريع نحل المشكله دي كيف. اوكي، ما بالضروره تكون انت عندك الحاجه دي، ممكن تكون انت بس يعني مشارك بس فيها، لكن انت بالضروره تكون عارفها لانه بتحتاج لها لقدام. تمام، خليني بس اكمل النقطه دي، وارجع لك. الحاجه الرابعه اللي هي الميتينجز، واحده من التولز والتكنيك عشان نحن نطلع للبروجكت تشارتر بتاعنا ده، حيكون في اجتماعات ثقيله جدا جدا في الفتره الاولى دي. تمشي تجتمع مع ناس الحكومه، تمشي تجتمع مع ناس البنك اللي حيمولوك، تمشي تجتمع مع الريسورسز، تمشي تجتمع مع، يعني دي بكون فيها اجتماعات كثيره جدا جدا. انتهينا منها. بعد ذاك الحاجتين اللي بنطلع بهم المهمات من في المرحله دي اللي هي البروجكت تشارتر، وحاجه اسمها assumption log. قولي سؤالك وانا برجع لل assumption log. تمام، ديك العافيه. اللي بيعمل الاجنده مثلا شركه كبيره في اجتماع، اللي بيعمل الاجنده منه، هل البروجكت مانجر ذاته ولا لا، في هنا في المرحله دي، في المرحله بتاعت البروجكت شارتر، ممكن انت لو خلاص عيونك، ممكن انت او ممكن اول الاسبونسر، لانه هنا الاسبونسر في المرحله بتاعت الديفلوب بروجكت دي لازم يكون هو موجود، لانه هو اللي بيمضليك البروجكت شارتر. تمام. طيب، تمام. الحاجتين احنا اللي هنطلع بهم اوتبوت من الـ من الـ من المرحله بتاعت البروجكت شارتر، اللي هي البروجكت شارتر، الوثيقه بتاعت المشروع ذاته، خلاص اتمضت مضالك الاسبونسر والامور كلها تمام. بعد خلاص انت حتمشي للمرحله بتاعت البلاننج. عندنا حاجه يا جماعه اسمها الاسامبشن لوج. عندنا في المشاريع نحن في حاجات من افتراض وبنمشي عليها. مثلا واحده من الافتراضات دي، والله يا اخي الزباين حييجوا يشتروا من حييجوا يشتروا البرودكت ده لانه محتاج له. انا حانتج المشروع بتاعي ده، والله داري انتج مكيفات، المكيفات دي تشتغل بالطاقه الشمسيه. اوكي، دي في السودان الناس حيشتروها طبعا اكيد، فدي نحن بنسميها الاسامبشن. فانت مفروض في المرحله دي تكون برضو كاتب الاسامبشن، انه والله يا اخي البتاع دي بيشتروها، ما بتكتب بالتفصيل، يعني ما بتكتب بديتيلز، الحاجات كلها هنا ما ديتيلز، يعني بس اوفر فيو، يعني حاجه عامه رؤوس اغلام. اوكي، بتكتب مثلا والله يا اخي الخريف لما نجي في السودان حيكون عندنا مشكله بتاعت ترحيل، دي طبعا حاجه معروفه في السودان. اوكي، مثلا والله يا اخي انا لما اجي اشتغل في المشروع ده، لما المشروع ده يصل في المرحله بتاعت في نص المشروع، انا والله بحتاج لعمال زياده. دي لانه انت بتجيبها من خبراتك القديمه ومن خبرات مشاريع ثانيه، لكن دي الافتراضات دي لازم انت تكتبها. اوكي، اي افتراض انت بتحس به والله انه الافتراض ده حيحصل في المشروع ده، انت المفروض تكتبه، او عنده علاقه بالمشروع ده المفروض تكتبه. يعني مثلا واحد داير يعمل، داري يعني في مثلا في بريطانيا داير يعمل مشروع، والمشروع ده بيقع في شهر 12. في شهر 12 احنا عارفين انه نهايه شهر 12 من يوم 25 لحد يوم 1/1
ده بكون فترة بتاعت إجازات اللي هي الكريسماس والحاجات دي وكده يعني. فأنت تكون عارف إنه والله يا أخي المشروع بتاعي ده واحدة لما يتنفذ بيدع في الفترة بتاعت الكريسماس دي، دي لازم أنت تكون كاتبة كويس. هي دي افتراض أوكي، ممكن المشروع بتاعك ده ما يصل للمرحلة ديك، لكن دي لازم أنت تكتبها أوكي. أي افتراض إنك أنت بتحسبه والله بأثر للمشروع سلبا أو إيجابا أنت مفروض تكتبه تمام. ده باختصار يا جماعة عن البروجكت كارتر، الانبوت بتاعته شنو والتولز والتكنيك اللي أنا مفروض استخدمها والاوتبوت أوكي. دي بتكون بتمر علينا يا جماعة في اللي هي كم وستين نوليج اريا سب نوليج اريا، هي حقيقة لأنه النوليج اريا عندنا 10 لكن السب نوليج أنا ما مذكرة بالضبط كم، لكن في الرقم ده يعني مثلا في الـ في الـ في الانيشيتنج عندنا 2 نوليدج اريا اوكي. في البلاننج كثيره جدا جدا يعني تقريبا 12 تقريبا 12. في الاكسكيوتنج 10. في المونيتورنج اند كنترولنج تقريبا 16 ولا كده يعني. وفي الكلوزنج واحده. فدي لازم تكونوا يعني تكونوا كلها عارفينها. انا بعد شويه حرجع لكم للدوكمنت بتاع البي ام بوك دي، قلت لكم مفروض تكونوا تطبعوها وتكون قدامكم في اي لحظه في اي وقت يعني تمام. لحد الان كويسين يا جماعه؟ في سؤال؟ في طيب تفضل يا عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا حبذا لو عندنا بس شكل بسيط اكزامبل للبروجكت شارتر عشان الناس تقدر تقعد عليها الفكره. جدا. البروجكت شارتر، شوف البروجكت شارتر ده ما يعني ما عنده ما في يعني ما في اكزامبل كده ليه، لكن الفكره بتاعته شنو كويس يعني. مثلا انا ممكن ارسل لكم بعد شويه، ارسل لكم حاجه في الجروب عن يعني فكره بتاعه بروجكت كارتر. لكن البروجكت كارتر بيختلف من مشروع لمشروع، ما عنده يعني ما عنده صيغه كده معينه مفروض ايوه سامبل معين. لكن الحاجات المفروض تكون فيه شنو اسم المشروع، شنو المشروع ده المفروض اللي ينفذ، شنو المدير بتاعه اسمه منو، السبونسر شنو، الستيك هولدرز منو، الريسك الخطوره المخاطر اوكي. المشروع ده هيتنفذ في خلال كم يعني مثلا كده رفع ايديا والله احنا في يعني مخاطر له انه يبدا من شهر 6 لحد شهر 4 الجاي مثلا اوكي. دي كل الحاجات اللي انت مفروض تكتبها في الـ في الـ في البروجكت كارتر، لانه البروجكت كارتر ده الوثيقه بتاعت ميلاد المشروع اوكي. طيب يعني مجرد طيب ما نعم ممكن نقول اكزامبل لو صغير يعني مثلا حسي عندنا احنا في الدائره الثالث في مكه هنا رئيس تمام. طيب تفضل. مثلا ايوه بتلقى مثلا زي في لوحه كده او بورد مكتوب فيه مثلا التاريخ بتاع المشروع، السبونسر، الاونر، السب كونتراكت زي كده قصدك انت مثلا؟ ايوه بالضبط كده بالضبط كده. دي بس بتكون في ورق، الحاجه اللي انت شفتها دي بس بتكون في ورق، وبكون بس فيها شويه بتاعت زياده بتاعت الديتيلز يعني. مظبوط. طيب شكرا لك. تمام. وانه المشروع ده المنفذ منه والممول منه، لانه مرات بتلقى في مشاريع المنفذ شركه والممول بنكي مثلا او ممول شركه ثانيه، حتى تلقاهم كاتبين قيمه المشروع يعني. بالضبط كده. ما في واحدين بيكونوا كاتبين القيمه بتاعه المشروع، فهي فعلا دي الوثيقه بتاعه المشروع يعني. تمام. لا ادتني فرصه يا دكتور ياسين، ممكن اشير معك سامبل للبروجكت كارتر؟ اوكي تفضل. جدا حشير على الجروب عشان ما اعمل لك انترابشن. لا جدا ما في مشكله، ضروري اشير على الجروب بتاع الواتساب. اوكي تمام. أوكي. تمام جدا. اوكي شكرا جزيلا. طيب نجي يا جماعه في حاجه مهمه جدا جدا اوكي. ودي اوكي البروجكت كارتر، شوفوا البروجكت كارتر ده بخش وين. البروجكت كارتر ده تقريبا بخش في كل ال النوليدج اريا بتاعت البروجكت اوكي. انت بتستفيد منه في شنو؟ انت بتستفيد منه تمشي تعمل ديفلوب بروجكت بلان، هيكون لك انبوت هنا، هيكون لك انبوت لما تيجي تقفل المشروع عشان تعرف انه والله المشروع بتاعك ده حقق الاوبجكتيف الرئيسيه بتاعته ولا ما حققها اوكي. بتحتاج له في السكوب بتاع
على البروجيكت اوكي بتحدد له لما تيجي تعمل حاجه اسمها كولكت ريكويرمنت. انت المشروع ده محتاج لشنو عشان تنفذ المشروع اوكي. بتحتاج له لما تيجي تحدد النطاق بتاع المشروع, بتحتاج له لما تيجي تعمل السكيدول بتاع البروجيكت, الكوست, الكواليتي, الريسورسز, الكوميونيكيشن, الريسك, البريكويرمنت, مشتريات, الستيك هولدرز, والبلان ستيك هولدرز انجيجمنت. يعني باختصار انت البروجكت شارتر ده بتحتاج له في معظم البروسيسز بتاعت المشروع. اي حاجه انت داير تعملها بترجع للبروجكت شارتر اوكي. عايز تعمل الريسك بتاعك, طيب نحن والله قبل قلنا في الريسك انه والله يا اخي ناس مدرمان مثلا او ناس الخرطوم يحتاجوا, قال والله الكوبري دلو يدعم ناس مدرمان كلهم بيجونا مكبين هنا مع احترامي طبعا لناس مدرمان وكذا, لكن مثلا ده مثال يعني اوكي. دي واحده من الريسك اللي انت مفروض تكون تكتبها في الستيك في الـ في الـ في الشارتر, لكن انت تجي بعدين لما تيجي تعمل بلان للريسك ده وتعمل له مانج كيف, انت بترجع للمعلومه دي هنا من الـ من الـ من البروجكت شارتر اوكي. داير تعمل مثلا الكواليتي مانجمنت, انت اصلا البروجكت بتاعك ده عشان ده عايز ينفذ شنو الاوبجكتيف بتاعته عشان تيجي تعمل لها كواليتي. الكوست انه والله البروجكت بتاعك ده مفروض يطلع شنو, انا بحتاج للكوست كيف يعني, وهكذا. فدي برضو دي انا بس عملت لها دي والقبليها دي يا جماعه في البي ام بوك. اي دايجرام يا جماعه تلقوه في البي ام بوك, حاولوا انكم انتوا اخذوا معاه زمن شويه يعني. انت بس لو قدرت تفهم دي الباقيات كلهم زيها يعني, كلها قوالب بتلقاها نفس الشيء يعني. فيها انبوت وفيها تولز اند تكنيك وفيها اوتبوت. التولز والتكنيكس دي بتتكرر يعني في حاجات كثيره جدا. بعد شويه انت ذاتك حتعرف انه دي. طيب نمشي ل انه البروجكت بتاعك ده اختاره كيف. طيب انت يا از بروجكت مانجر انت ما بالضروره تكون عارف انه او انت شاركت في الاختيار بتاع البروجكت. لا دي ما دي ما مهمتك اوكي. مهمتك انت تكون عارف انه البروجكت ده اختاروه لشنو اوكي. والله البروجكت ده اختاروه عشان مثلا يدرب مدراء مشاريع في الوزارات المختلفه اوكي. انت دي مفروض تكون عارفه وعارف انه اختاروا كيف اوكي. نحن هنجي هنا نعرف انه البروجكت ده اختاروا كيف. دي من يا جماعه الحته دي بيجي منها من 5 لـ10 اسئله في الامتحان اوكي. فعشان كده لازم تفهمها كويس. انا يعني باقي السلايد زي 4 سلايدز حتكون في الحته دي, لكن بليز دي الحاجه دي هي والبروجكت كارتر يعني اقروها اوكي, راجعوها وعشان ما يكون فيها مشكله اوكي. طيب في حاجه يا جماعه طريقتين احنا بنختار بهم البروجكت. في حاجه اسمها البنفيت مانجمنت ميثودز اللي هي انه الفوائد شنو ان احنا حنجنيها من البروجكت اوكي. دي اللي هي في حاجه اسمها كومباريتيف تاكتيك, في مقارنات بتقارن. والله يا اخي انا عندي مشروعين, الشركه دي مقدمه لها مشروعين, المشروع وينه اللي حيقدم فائده اوكي. في مشاريع انت ما محتاج انك انت تعمل لها حسابات او تدربها انه تشوف والله وينه الاحسن. في وحدات يعني بس من الخبره بتاعتك ومن ناس البي ام او بيقول والله, او مش الخبره بتاعتك لانك انت ما بتشارك في الحته دي, لكن بس بتكون عارفها ناس البي ام او والله اختاروا البروجكت ده للسبب الفلاني اوكي. انه والله يا اخي البروجكت ده والحاجه بينتهي سريع وبدخل لنا عوائد كويسه وبيعمل لنا علاقه كويسه مع ناس مثلا بنك السودان اوكي. طيب نجي حاجه ثانيه يا جماعه اسمها كونسنتريت ميثود. دي الميثود دي اصلا عملها طالب فرنسي, طالب بتاع اقتصاد كويس, اللي هي حسابات ومعادلات وشغله يعني ما أنا يعني هي عندها علاقه بالاقتصاد اكثر, الاقتصاد والمحاسبه. نحن ما بالضروره ما عايزين يعني ما بنحتاج نعرفها, لكن بس افهموا الحاجتين ديل البروجكت بيختاروا كيف. يا اما بطريقه بتاعت حسابات دقيقه اوكي, معادلات وكذا انه والله لقينا البروجكت اي احسن لنا من بي, او بطريقه بتاعت كومبير يعني اوكي. لكن الحاجه اللي انتم المفروض تعرفوها دي هنا اوكي. عندنا البنفيت
measurement methods. في methods أو طرق أنت بتعرف بها الفوائد بتاعت المشروع ده شنو، بتجيز بها الفوائد بتاعت المشروع المقدم لك. أوكي، واحدة منهم يا جماعة الشركات بتشتغل بحاجة اسمها murder board. في زول سمع بالmurder board دي قبل كده؟ طيب المردر بورد يا جماعة أصلاً طلع الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية إنه في ضباط قيادات في الجيش ديل بيكونوا مزولين من الاستراتيجية بتاعت الجيش، مزولين من المفروض الحاجات اللي تتعامل شنو لما الجيش ده يكون متحرك وكده، فسموها المردر بورد. أوكي، اللي هي ترجمة حرفية بتاعتها مجموعة القتل أو كده يعني. بعد ذاك الشركات قاموا استفادوا من الحاجة دي. البورد ده مهمته انه يمشي يفتش لنا مشاريع، يمشي يفتش مشروع ويقبض المشروع ده ويجيبه، يعني زي الناس اللي بيمشوا بيقنصوا لطير ولا لسمك ولا كده يعني، يمشي يقبضوا الحاجه دي ويجيبوها يعني. كويس، اوكي، دي اسمها الميردر بورد. اوكي، عندنا حاجه ثانيه يا جماعه اسمها بير ريفيو، يعني انت الناس بيجوا يعملوا ريفيو للبروجكتين، والمجموعة دي تعمل يعني ناس في البي ام او، اوكي، او الاسبونسر او الاداره محدده في الشركه، اوكي، جاءوا مشروعين اختاروا، والله لقوا انه والله المشروع ده احسن لانه غارناه وبكده وعملنا له ريفيو وعملنا له كده. اوكي، في حاجه برضه السكورينج ميثود، انت اي مشروع بيجيبوه بيخطوا له مثلا درجات، انه والله المشروع ده مثلا في بيخلص لنا السريع ده احنا بنديها 10، المشروع ده مثلا بيجيب لنا عوائد ماديه دي نديها مثلا 15، بيقوموا بجمعوا الحاجتين دول في المشروعين ويقارنوها، اللي بيجوا اكثر بيقوموا بيختاروا. تمام، طيب الثلاثه حاجات ديل انت بس تفهمهم، بس ما محتاج انك انت يعني بس تعرف انه والله في حاجه اسمها لو لقيتك الكلمه بتاعت ميردر بورد دي مقصود بها شنو، وانه دي واحده من الميثودز اللي بيختاروا بها المشاريع، والبير ريفيو والسكورينج ميثود. في المقياس الاقتصادي ده هو نحن نناقشه الليلة يعني، لأنه ده هو مهم جدا جدا، حديكم فيه examples. أوكي، هو ذاته شنو حنعرفه. أوكي، وفي مسألة أخيرة إنه كنتم مفروض تعملوها عشان تقيسوا بها إنه والله المشروع ده ناجح ولا ما ناجح. طيب في حاجة برضو يا جماعة، دي طبعا الكونستريند اوبتمايزيشن ميثود، دي اللي قلت لكم الطالب الفرنسي عمل الحاجه دي وكده، لو في زول مثلا بتاع ماثماتكس وكده او اقتصاد ممكن الحاجه تكون مرض عليه. في حاجه اسمها لينير بروجرامينج وانتجر بروجرامينج وديناميك بروجرامينج ومالتي اوبجكتيف بروجرامينج، دي برضو بيستعملوها عشان يختاروا بها مشروع يعني. الميثود دي انت دي ما بالضروره ما محتاج تعرفها بالتفصيل، بس مفروض تكون عارف انه الكونسنتريت اوبتمايزيشن ميثود دي شنو، ممكن تمر عليك في حاجه ثانيه يعني ما بالضروره في البروجكت مانجمنت. اوكي، طيب احنا قربنا نخلص يا جماعه. طيب في حاجه اسمها الايكونوميك ميجر فور سيلكتنج بروجكت، دي هي المهمه ودي هي المفروض انتوا تكونوا تفهموها لانه بتيجي منها اسئله كثيره في الامتحان. في حاجه اسمها ريتين اون انفستمنت، اوكي، انك انت تدفع 1000 في البروجكت ده حجيك والله 1000 حجيك 200 اسمه شنو ربح مثلا. اوكي، لو في زول يا جماعه المصطلحات دي مرض عليه قبل كده ممكن يساعدنا برضه في شرحها يعني. في حاجه ثانيه يا جماعه اسمها البريزنت فاليو، البريزنت فاليو دي مقصود بها شنو، مقصود بها والله يا اخي انه القروش اللي انا بدفع الليله في البروجكت ده السنه الجايه حتكون كم، لانه نحن عارفين انه القيمه بتاعت عالميا القيمه بتاعت النقود بتقل يعني، مثلا الليله انا والله لو خدت لي 1000 دولار في البنك السنه الجايه ممكن ما تكون لي 1000 دولار ذاته، ممكن تقل الا انت تكون البنك يديك عليها ارباح يعني. تمام، فدي قصدي بها البريزنت فاليو، انت بتحسب البريزنت فاليو بتاع المشروع A وتقارنها بالمشروع B، بتشوف الاعلى بتقوم انت بتختار المشروع. تمام، هناخد عليه امثله دي بالذات البريزنت فاليو دي. عندنا برضو النت بريزنت فاليو، انت المفروض الاول البروجكت مفروض انه نحن ندفع كم عشان نصل لكم. اوكي، دي بيستعملوها برضه في المقارنه يعني. في حاجه اسمها انترنال ريت اوف ريتيرن، اوكي، دي انك انت والله مثلا القروش بتاعتك دي، مثلا لو انت خدت قروش في البنك ده كل سنه بيديك 1%،
اوكي، وفي بنك ثاني بيديك 2%، انت طبعا بتمشي على ال 2% على اساس ان القروش بتاعتك دي ما تقل. نفس الفكره انه والله البروجكت الاي ده انا لو صرفت فيه كده ونفذته حال العائد بتاعه حيكون كده، لكن البروجكت الثاني لو انا دفعت فيه نفس المبلغ وبنفس المده ما حيلقى نفس العائد، فانا بختار البروجكت اي. تمام، في حاجه اسمها انه والله العائد بتاع البروجكت ده اللي انا دفعته ده بيرجع لي في كم، مثلا بروجكت اي العائد بيرجع لي في سنه ونص، البروجكت بي بيرجع لي في سنه وثمانية شهور، فانا بختار البروجكت اي. تمام، اي سؤال يا شباب؟ اوكي، في حاجة برضو اسمها الكوست بنفيت ريشيو، مثلا انه والله يا اخي الكوست بتاع البروجكت بتاعي ده بيكون الاعلى من الـ من الـ من الارباح، او الارباح بتكون مثلا بنسبة 1.7، معناه انه الربح بيكون لي اعلى من الحاجة اللي انا بدخلها في البروجكت، فانا باخذ البروجكت ده يعني. اوكي، دي كلها يا جماعة دي بيستعملها ناس البيمو عشان يختاروا بيها البروجكت. انت كبروجكت مانجر ما بضروره ما محتاج انك تعملها الا تكون بس استشاري، يجي يسالوك والله يا اخي احنا عايزين ننفذ البروجكت ده، ممكن تديهم المعلومات دي، لكن ده ما شغلك انت، انت ما مسؤوليتك انك انت تمشي تفتش للبروجكت دي. ممكن يستعملوها ناس البي ام او، او يستعملوا السبونسر، انت ممكن بس تديها له كافكار يعني. تمام، طيب برضو عندنا حاجه حاجه اسمها ايكونوميك فاليو ادد. اوكي، دي حاجه اقتصاديه اقتصاديه بحته. اوكي، برضو عندها علاقه بالاقتصاد. اوكي، انه البروجكت بتاعي ده حيضيف لي شنو للشركه. اوكي، في حاجه اسمها الاوبورتيونيتي كوست، انه والله البروجكت بتاعي ده لو انا مثلا نفذته انا حاكسب منه شنو، لو نفذتها في واحد مثلا بروجكت انه في وقت قصير لكن العائد بتاعه ما كثير، في واحد مدته طويله لكن العائد بتاعه بيكون اكثر. طيب هل المده الطويله دي ما بتاثر على على فاكتورز ثانيه؟ اوكي، طيب في حاجه اسمها السنك كوست. السنك كوست دي يا جماعه قصدين بيها انه البروجكت بتاعك ده لو حصلت له مشكله انه المفروض الكاستمر يدفع كم او الشركه تدفع كم غير الميزانيه، فده دي ما دي ما بتتحسب في الميزانيه، دي بتتحسب حاجه برا يعني، انت بدي بتاخذها واحده من المخاطر انه والله يا اخي البروجكت بتاعي ده مثلا الاسعار لو زادت بنسبه 2% انا معناه عندي سنك كوست 2%، انه هل ده بعدين بيحصل ولا ما بيحصل، ده انت ما بتحسبه في الميزانيه بتاعتك، ما بتضربه، لكن بتكون بس فاهمه انه والله يا اخي الشركه دي ما عندهم مشكله لو السنك كوست وصل 2% ممكن يمشوا في المشروع، لكن لو وصل فوق لل 5% حيوقفوا المشروع. اوكي، عندنا اللو اوف دايمنشن ريتيرنز. اوكي، دي برضه الحاجات دي احنا هنيجي نشرحها بالتفصيل. اوكي، لكن بس تكونوا عارفين انه في حاجه في عوامل اقتصاديه بتخلينا نختار المشروع. في الوركينج كابيتال، اوكي، في استهلاك الاليات، انك انت اشتريت اليات دي لما ينتهي المشروع حتتباع عليك بكم. اوكي، دي برضو دي ما شغلك انت، لكن بس دي بيكونوا عارفينها لما عملوا اختاروا المشروع. تمام، طيب نحن الحاجات دي جبناها ليه يا جماعه؟ جبناها عشان انت كمدير مشروع تكون عارف البروجكت ده اختاروه كيف. اوكي، يعني مثلا البروجكت ده والله اختاروه عشان المده بتاعته قصيره وبيطلع الارباح كده، انت المفروض تكون دي خدتها في راسك على اساس انك انت واحده من الاوبجكتيف المشروع بتاعك ده تميت بنهايته. تمام، في معادله اللي هي انت بتحسب بيها البريزنت فاليو. يا جماعه المعادله دي ممكن تستعملها برضو في حياتكم العاديه، يعني مثلا اوكي لو واحد مثلا عايز يشتري عربيه ويبيعها او دار يشتري بيت ويبيعه، اوكي ممكن يستعمل الحاجه دي اللي هي دي شنو، البريزنت فاليو بيساوي الفيوتشر فاليو على 1 بلس ار ضرب ان. طيب ده شنو؟ البي في بريزنت فاليو السعر بتاع الليله اللي انت دفعته، والبريزنت الفيوتشر فاليو والانترست ريت، وهنا النمبرز بتاعت البيريوس اللي انت دفعتها فيها. مثلا انت والله البروجكت بتاعك ده كل شهر انت مفروض تدفع 3 دفعات للبروجكت بتاعك ده عشان يتنفس،
بتدفع مثلا في الشهر الاول دفعت 100,000 دولار 100,000 ريال 100 مليون واتيفر العمله شنو. طيب انا بنهايه المشروع مفروض تكون كم القروش دي؟ عندك مشروعين فبتقوم بتحسب الحاجه دي للمشروع A وللمشروع B. اللي بتلقاها اكثر معناه انت بتمشي تختاره تمام. اجين دي انت ما مسؤوليتك لكن بس انت تكون عارفه انه مشروعك ده اختاره كيف. تفضل يا استاذه. في سلمى عندك سؤال؟ ايوه استاذ ياسين انت لما اتكلمت عن البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو بنتكلم عن الاوت بوت بتاع البروجكت ولا بنتكلم عن حاجه ثانيه؟ يعني مثلا اذا كان بيت بنتكلم عن السعر بتاع البيت ولا بنتكلم عن تكلفه الستيج نفسها؟ بس دي حصل لها كونفيوجن شويه. لا بتتكلم انك انت مثلا المشروع ده انت دايره تبني البيت ده كويس وحتستفيدي شنو منه من بنيان؟ انت شركه منفذه دايره تجي تبني البيت ده حتستفيدي شنو؟ الشركه بتاعتك حتستفيد شنو؟ انك انت حتخص يعني ما انت مثلا السبونسر ده جاك وقال لك يا اخي والله احنا دايرين نبني بيت مثلا ست طوابق مثلا اوكي بالشكل كده بالشكل كده. طيب أوكي. انت متفقه معاه اول لنادى قال لك انا بدفع عليك مثلا 100 مليار اوكي هل انه البروجكت ده انت لو استلمتيه ال 100 مليار دي بعدين حيكون لك عندك فيها فايده ولا ما حيكون عندك فايده؟ اوكي يعني الفايده شنو لو عن البروجكت ككل ما انه الستيج بتاعته؟ لا 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 البروجكت ككل. اوكي شكرا الله يديك العافيه. ادم يلا استاذ انا كلامك في الاوبورتيونيتي كوست يعني هنا في المرحله دي هنا بقصد هو الفرص اللي بتحلي بعد البروجكت ده يعني الفرص اللي بيجيني ولا شنو ما عرفت فيه. لا لا هي كيف هي بس ارجع لك سريع مثلا انت عندك جابوا لك الشركه بتاعتك دي فيها جابوا لهم اثنين بروجكت عرضوا عليهم اثنين بروجكت مشروعين اوكي واحده من الطريقه اللي بيحسبوها انه والله المشروع ده مفيد ولا ما مفيد بيجوا بيحسبوا القيمه الماديه اوكي انه والله يا اخي نحن المشروع ده لو دفعنا فيه نحن الشركه بتاعتنا المنفذه دي لو خسرنا في المشروع ده 100 مليون نحن ال 100 مليون دي يعني والكاستمر مثلا حيدينا 110 مليون اوكي ونحن حنخسر فيه 100 مليون هل نحن حنخسر فيه ال 100 مليون دي ولا حتكون فيها زياده؟ لانه ممكن ال 100 مليون دي بعد سنه ما تكون قيمتها ما نفس القيمه. اوكي تمام تمام ايوه في السؤال بتاع انه اخير من المشروعين دي السلايد اللي قبل الفات هل انا مطالبه اعرف الانواع دي الانترست ريت والحاجات دي؟ لا لا ما لا لا انت ما بالضروره تعرفيها انت بس تعرف انه المشروع ده اختاروه ليشنو. اوكي لكن unfortunately منها بتجي في الامتحان يعني بتجي ازيله في الامتحان فعشان كده احنا مطالبين انه انه نقراه يعني لكن انت كبروجكت مانجر هذه معقده جدا. لا لا هي ما فيها ما حاجه كثيره بالمناسبه ما حاجه كثيره بس هي شوفي الفاليو ده وانا لما اديكم اكزامبل حتلقوها سهله يعني ما حاجه معقده هم عاملين حسابهم انها ما تكون معقده لانه في ناس جايين من باك جراوند ما بتاع اقتصاد ولا بتاع ماثماتكس مثلا هم الحاجه دي اوير فيها لكن بس يعني انا بتذكر درسناها في ماده الاقتصاد الهندسي كانت حاجه ثقيله شديد. اوكي لا هنا ما حتكون يعني بس شوفي لحد السلايد دي ما فيها زياده يعني اوكي تمام. طيب في اي سؤال يا جماعه لانه انا خلاص انتهيت بس حديكم سؤال اخير ونكون انتهينا يعني لو في اي زول عنده سؤال قبل ما نعرض السؤال الاخير. طيب سؤال هو بس يعني الفورمولا دي انتوا بتحسبوها كيف او بتتحسب كيف؟ طيب ده السؤال بتاع كده السؤال هو شنو انه كالكوليت نت بريزنت فاليو اوكي انت مثلا عندك اسيوم انه البروجكت بتاعك ده فيه 3 دفعات بتدفع كل سنه اي دفعه 100,000 اوكي النت بريزنت فاليو بتاع البروجكت ده بكون كم؟ 150
الانترست الانترست فاليو كم؟ طيب الانترست الانترست فاليو لا انت ما هنا الانترست الانترست الار الار مطلوبه في المعادله. اوكي 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 سوري سوري الار مطلوبه الار هي خطيه الار خطيه دقيقه بس ارجع لك للار معلش خد 5% 5 الار خطيه 5% 5% 5% يس 145 دقيقة سوري أخذتها 10% 10% ما 5% 10% 10% 10% يس 140 تسيب المعادلة عشان الناس تشتغل. أنا جاءت هنا 818 لغايته. طيب دي البريزنت فاليو ولا الفيوتشر فاليو؟ أنا ما أعرف. طيب في زول ثاني حاول بالحسابات. طيب الفيوتشر فاليو حتكون باعتباره 300 ألف. شوف انت بتحسبك ثلاثه، بتحسب اول حاجه الشهر الاول، الشهر الاول 100 ألف على 1 بلس 0.10 كلها مرفوعه للغوه 1 لانه ده الشهر الاول، بيجيك نفس اللي بيجيك 100 ألف. الثانيه لانه هنا بيجيك 2 ده الشهر الثاني، هنا بتكون 2 بيجيك اقل. الشهر الثالث بتكون هنا بوينت هنا مرفوع للغوة 3 بيجيك اقل، تجمعون الثلاثه حيكون لك كم؟ مية وخمسين بتصص. مية وخمسين مية واربعين لايك. مية وخمسين ليه؟ مية وخمسين يا جعل. ده معناها الناس كلها ما عندها علاقة. سلمى سلمى بس لو اخذنا الفيوتشر فاليو كم يعني؟ طيب طيب انا احسب لكم ادي كلها بطريقه اعمل لكم بس بطريقه سهله. طيب نحن قلنا البريزنت البريزنت فاليو كم؟ البريزنت فاليو ده نحن ما عارفينه صح؟ نحن عايزين نحسب. ايوه نحن عايزين نحسبه. طيب انا عندي 100,000 على 272,000 على 1 بلس 0.1 سوري 0.1 اللي حتكون 1.1 اوكي مرفوع للقوة 0 لانه دي السنة الأولى يعني دفعت اسعد immediately. انت دفعت 100,000 ضرب دي بيجيك كم؟ دي بيجيك 100,000 صح؟ طيب الشهر الثاني انت دفعت 100,000 على 1 بلس 0.1 سوري 1 بلس 0.1 مرفوع للغوة 1 ضربوها بيجيكم كم؟ و بدك ادرك بدك ايه؟ مليون. طيب هي 100,000 100,000 على 1 على 1.1 تجي مليون. تجي مليون؟ لا ما بتجي مليون، الاولى مليون، الفوق دي الفوق مليون. سوري انا وقافل لكم الشهر الواحد ليه زيرو مرفوع للقوة زيرو؟ الشهر الاول ليه مرفوع للقوة زيرو؟ ما لانك انت دفعت اسعي immediately. اها يعني دي الانستولمنت دفعت دي ده القصد دفعته اسعد يعني. القصد الثاني بتدفعه بعد شهر، القصد الثاني بتدفعه بعد شهرين. 90 و 900 يس فيري جود 90 بوينت 909 يلا ضرب الثالث. الثاني 181 صح؟ خلاص ما 81 حيكون ال 100 الفيوتشر الفيوتشر كم؟ حيكون 200 صح؟ حيكون 100 على 1 بلس 0.1 مرفوع للقوة 2 مرفوع للغوة 2 ولا ضرب 2 هو معلش هذا الكلام؟ لا مرفوع للغوة 2 10 مليون.
45,454. ليه 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 45,000 يا عامر؟ ما لخزلتني. ما 1.1 ما ملتبلاي اوفر 2 اللي هو 1.1 تربيع. 1.1 في تربيع. 1.1 ايوه تربيع اللي هي 2. اللي هي 1 اللي هي 1.21 صح؟ طيب 100,000 100 على 1.21 اللي هي بيجيك 82.6 645. yeah. طيب الثلاثة مفروض الشهر الأول 100,000 أنت دفعت 100,000 بدك 100,000 يعني الشهر اللي تكون أقوم فيها تغيير كثير 1,000 شوف 100,000 حتبقى لك 90,909 والشهر الثالث حتكون لك 82,000.645 تجمعون الثلاثة بيوروك إنك أنت الثلاثة الأقساط دفعتها الثلاثة دي إنها بعد ثلاثة شهور حتبقى لك كم القيمة بتاعتها حتبقى لك 273,554 كويس. طيب ده مثلا بروجكت واحد. البروجكت الثاني الاقساط بتاعته مثلا 150 القصد 150 انك بتدفع بتضطر تدفع 150 كل شهر لمده 3 شهور اكيد القيمه ما بتكون نفس القيمه حتكون لك اقل فبالتالي انت بتختار الشركه بتختار البروجكت رقمي واحد بس عشان اطمنكم يا جماعه الموضوع ده ما محتاجين له انتم ما محتاجين له في حياتكم از بروجكت مانجر لكن للاسف انه للامتحان لازم انت تفهمها انا متاكد انا شخصيا فهمتها قريب يعني ما بس لما عملت البي ام بي يعني فتقعد لو كنا بزنس اونرز نعم هنحتاج له لو كنا بزنس اونرز اصحاب عمل او اصحاب حاجات بالضبط كده بس انت بس يا خالد از فكره بس يعني مفروض كفكره أيوة عارف لا تكون عارف جديد بعد ده اختاره كيف تمام يا شباب ونحن كده بنكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا الليلة الأسئلة معاكم لو في زول عنده سؤال استفسار في أي سؤال يا شباب الحاجه الاخيره دي يا جماعه ما 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 تزهجكم هي دي اصغر حاجه في الموضوع كله يعني فما كثيره هي حاجه بسيطه يعني بس لو رجعتوا للسلايدز ورجعتوا للبين بوك جايد بيدق عليهم يعني ما معقده تمام السلام عليكم يا دكتور تمام وعليكم السلام معلش بس النتيجه الاخيره للموضوع فرضا انه انا عرفت النتيجه بتاعتي يلا التحليل اناليسيس للموضوع بالضبط بيبقى شنو طيب انت بعد ذاك انت لو بس ما في فاكتورز ثاني احنا لما نيجي المحاضره الثانيه الصوره حتتضح اكثر لكن انت حاليا لو انك انت بس بتحسب المشروع بتاعك بالنت فاليو انه ما في اي حاجه ثانيه بتاثر على المشروع انت جابوا لك مشروعين حسبتهم بالحاجه دي بتشوف انه اللي بيكون اعلى القروش بتاعته اعلى اللي هي الان النت فيوتشر فاليو اللي بيكون اعلى ده انت بتختاره او الشركه بتختاره مضبوط تمام انت كبروجكت مانجر محتاج له في شنو محتاج له انك انت تعرف والله انه الناس ديل اختاروا المشروع ده عشان بعدين النت فاليو اللي عايز يكون كده اتفضل يا استاذه سلمى شايفك رافع يدك محمد نسيت يوسف نزل مين المره اللي فاتت دقيقه نزلها اوكي تمام احمد يوسف اوكي اي حاجه كويسه الليله انا ما عرفت انت شيء زي الحمد لله ها شكرا يا دكتور ياسين شكرا اوكي تمام الحمد لله في اي سؤال يا جماعه اي استفسار يا جماعه بس معليش الناس اللي معانا في الكلاس روم عليكم الله الكويزز دي مهمه جدا جدا لانه بعد شويه الكويز دي حتتراكم وحتبقى لكم الشغله صعبه فبليز الكويزز طوال وخشوا في الايميل
حلوا الكويزز يعني. في ناس ما شاء الله توالي up to date اوكي, في ناس لحد الان والله كويز رقم واحد ما حلوها. ف... بس عايزين نتذكر يا دكتور ياسين, هل الريزلت وصلتك يعني؟ لانه ما بجينا اي فيدباك, على انه بالذات الكويز الاخير ما جاتني فيدباك. ما جاتك ريزلت بالله؟ لا ما جاتني ريزلت. خلاص برسله لكم كلكم, بيجيكم في الايميل. لكن ما شاء الله يعني النتائج عاليه جدا يعني, في ناس 90 95 80 ما شاء الله يعني. طيب السؤال اللي كان بتاع المشروع انه لا يكرر نفسه, هداك عملت عليه دبل تشيك؟ لانه صلحته. ايوه صلحته, ايوه صلحته, هو الناس اللي عملوا صح اداهم درجه طوال يعني. لا تمام. تفضل يا دكتور انور. السلام عليكم يا احبه. يا اخي والله ما شاء الله عليك, المحاضره ممتازه جدا, الواحد يعني بيستفيد ويتعلم بصراحه. مجموعه بتاع الشباب يعني بشكروك بالنيابه عنه, وانا اوصل لك صوت الشكر يعني. هم بيتابعوا من الفيسبوك يعني, ما شايفوني انت قدامك هنا. الله يديك العافيه يا اخي. والله ناس الفيسبوك ده المقصرين معاهم يعني صراحه. لكن زي ما وعدتكم ان شاء الله الكورسات دي حتكون متواصله يعني, فاي زول ما قدر يخش معانا في الانتيك ده ان شاء الله يعني ان شاء الله دكتور انور عنده بلان للموضوع ده, وحيوريكم البلان بالتفصيل. وبعد ذاك يعني تجوا تقدروا تشاركوا معانا في الزوم وفي الكلاس روم. هسه حاليا العدد لانه فل, لانه الناس اللي عندي في الكلاس دي لنا مهمتي انه أتأكد إنه يتدربوا التدريب الصحيح وعملوا الكويزيس, لأنه عشان يكونوا جاهزين للامتحان. واحدة من شروط التسجيل للامتحان أنت لازم تكون تعمل كونتاك أورس مع تيوتا 35 ساعة أقل حاجة. فحاجة دي بالنسبة لي جدا, لأنه لو فتحت الموضوع ده بيجا مثلا يعني الناس اللي عايزين يمكن قريب ال 150, فصعب أنا أقدر أتابعهم كلهم يعني. فبعتذر انه الناس اللي ما سجلوا. انا والله عندي ود اخوي يعني رسل لي, فقلت له سوري والله خليها بعد العيد يعني. فاي زول يا جماعه ما قدر يسجل معنا, ده ما معناه انه نهايه المطاف. ممكن يتابعنا يوميا. والدكتور انور خدت لكم لينك بتاع جوجل درايف في الفيسبوك في الصفحه بتاعت المبادره. الجوجل درايف ده والشيرد فولدر ده انا كل يوم بعمل له ابديت, باخذ فيه الحاجات الجديده يعني. فانتوا بتكونوا ماشيين معانا تماما. الحاجه الوحيده اللي ما بتقدروا تكونوا معانا بس الكويز, لكن ان شاء الله لما نيجي الانتيك الجاي تكونوا اموركم كلها تمام يعني. تفضل يا دكتور. الله يسلمك. الكويزز دي انت بتعملها في جوجل ولا بتعملها في مكان مثلا زي كويز فلاير ولا حاجه؟ لا انا بعملها في جوجل فورمز. الجوجل فورم طبعا ما بتدي الناس فيدباك, فهم ما بكونوا عارفين يعني, حتى الواحد لو غلطان ما بيعرف. ففي تول ثانيه لو داير انا ممكن اساعد فيه. جدا ما مشكله. خلينا انا عندي ادمودو, لكن بس ادمودو شويه مرات بي 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 لانه الضغط عليه عالي في الفتره بتاعت هسه على الكورونا فايروس وكذا. نعم. كل الطلبه يشتغلوا فيه, ولكن لو عندك حاجه ناي ممكن جدا نتعرف. نعم. عليها يعني. ابشر يعني. عفوا في الجزء الاخيرات كان في فيدباك يعني, الاجابه الخطا بوريك لا وبوريك الاجابه الصح لي. صح انا كنت عايز اعلق على الحاجه دي يعني, انه التو كويزز الاخيره فيها فيدباك بتاع الواحد بيعرف. بس هو الاخير ده فيه المشكله كانت. اوكي تمام. في شايف دكتور ايمن كانت رافعه يدها. معلش يا دكتور, عايز اسال ذات الكويزز دي, لان انا كنت بحل من المحاضره, فيا دوب بديت اقرا المحاضره فحليتها, فعايز اتاكد هل, لان الحلول اللي فاتت كلها كنت ساقطه فيها. فالليلة لما حليتها عايز اشوف هل قراءتي طلعت بفايده ولا انا. اوكي جدا. انا صراحه كنت بعمل احتمال بس اكون ما عملت كليك انه يجيكم تجيكم الريزلت طوالي, لكن ما مشكله. هسه انا بعد المحاضره حارسل لكم ايميل, هو بس كليك واحده حتجيكم النتائج كلها في الايميل بتاعكم. عفوا استاذ ياسين. دكتور في دكتور ياسين. اي تفضل خالد. بالنسبه للكويزز انت لما تحل الكويز او ان احنا نحل الكويز وتعمل سبميشن, في 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 ايقونه ممكن فيو سكور يعني, انت ممكن تشوف النتيجه حقتك طوالي مباشره على نفس الشاشه. اوكي جود تمام. انا لانه برسل بيه ما حصل. انا شخصيا عن نفسي ما حليت فيه, فما اعرف من الطرف الاخر حق الطلاب. اوكي ممتاز ممتاز جدا ممتاز. خلاص يا جماعه, لو قدر رزعته يرسل لاخو خالد يخط لنا في الجروب يعني, بس صوره كده انه من وين الواحد بيعرف النتيجه بتاعته. تمام اوكي. تمام يعني بعد ما تعمل تفضل يا ادم سبميت يعني, بس
هاي بعد ما تعمل سبميت بس حرك ايقونه صغيره كده يعني فوق كده يعني بتنزل. اوكي ده نفس ايوه نفس نعم نفس كلام خالد. اوكي تمام تمام جدا. اي سؤال ثاني يا شباب؟ شكرا جزيلا دكتور وجزاك الله خير ان شاء الله. اوكي الله يديكم العافيه. بكره ان شاء الله حيكون كويس خمسه حيكون في الحاجات دي كلها. فبليز راجعوا اهم حاجه يا جماعه تراجعوا طوالي يعني يو طوالي يعني الواحد ما يخلي الحاجات تتراكم عشان لانه بعد شويه الحاجات حتكتر عليك ما بتقدر تعرف يعني انت بادي وين وكذا. بعد شويه الحاجات حتكتر تدريجيا يعني. فانتوا الناس اللي معانا طوالي اب تو ديت ما بكون عندهم مشكله يعني تمام. فالحد لا لو في اي زول ممكن لحد بكره بيقدر يعمل لنا كاتش يعني لكن من بكره ولقدام ما بتبقى الموضوع شويه فيه صعوبه يعني. السلام عليكم العافيه يا جماعه. شكرا جزيلا وكثر خيركم. السلام عليكم. شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك.